السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسم محمد وبداية فلوج جديد. طبعا فلوج النهاردة هيكون أول يوم العيد وتاني يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين. الأول أنا عارف إن الفلوج جه متأخر، ما علينا. وطبعا أنا ملخص لكم أول يوم العيد والحاجات اللي بتحصل في العيد عموما في مصر، ولكن اللي انتوا شايفينه بيحصل قدامكم ده وفك البلالين واللي قدامكم ده ما تشغلوش بالكم بيه، ده كأنكم ما شفتوش حاجة. وهنا مفيش كبير ولا صغير، كان ما بيطرقعش بلا الحمد لله يعني. وهنا طبعا الموتوسيكلات بقى والتكاتك والكلام ده كله الاطفال، فدي الاجواء اللي بتحصل عندنا عموما. وطبعا هنا بنفرقع صواريخ، وطبعا الكلام ده لابد منه عموما. ده كان اول يوم العيد وطبعا اللي قدرت اصوره. وهنا تاني يوم العيد طبعا كنا نازلين القاهرة وهنقضي يوم جميل مع بعض انا والمطاريش. طبعا وصلنا بالسلامة، نزلنا على طول الوكالة، ودي احدى الشوارع في الوكالة، فنزلنا جبنا تيشيرت لان ما كنتش عامل حسابي في تيشيرت اصلا. نزلت جبت تيشيرت زي ما انت شفته وغيرته. وهنا طبعا اتمشينا شويه في الزمالك وتصورنا صورتين، وطبعا معلش ما قدرتش اتصور اكتر من كده. نزلنا بعد كده وسط البلد عشان ناكل، للاسف قعدنا نلف على رجلنا اكتر من ساعتين ونص عشان نلاقي محل ناكل فيه. وركبنا المترو ونزلنا على طول على الحسين. طبعا طالما قلنا الحسين فمش محتاج اتكلم عن كميه الجمال والروقان اللي في المكان هناك. طبعا اخ لينا من المطاريش شاف الكلب ده في الشارع فصمم ان هو يشتريه، وللاسف فضحنا بيه في الشوارع. وهنا طبعا كوباية القهوة الجميلة اللي كنا طالبينها. طبعا يا جدعان القهوة دي عشان تكونوا عارفين برضو القهوة دي عاملة 45 جنيه، يعني 45 جنيه مصري. كوباية الشاي عاملة 40 جنيه هنا في المكان، بس بأمانة يعني بعيد عن الشاي والقهوة فالمكان بجد كان حاجة تحفة. طبعا هنا بدأنا بقى ان احنا ننزل نخش شارع المعز، وطبعا عن كمية الجمال والروقان اللي كان في الشارع مفيش بعد كده. طبعا دخلنا الشارع لفينا شوية، وطبعا هيصة بقى في كل مكان، مفيش خطوة بنخطيها كل لما يكون في زيطة وهيصة، كل قدام كافيه كده بتلاقي ايه، بتلاقي فرح لوحده. والرجالة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله ما بيصدقوا يلاقوا اي زيطة، بيخشوا فيها على طول. واحنا بنلف واحنا المطاريش كده ظهر قدامنا البوكس ده، وقلنا طبعا ده حاجه ما تعديش على المطاريش، لازم نغربها ونجيب اعلى رقم فيها. وهنا طبعا انا اللي كنت هبتدي، وبصراحه كان في تشجيع كبير جدا من الجمهور، وللاسف انا كنت خش يا فنان يلا اضرب بس اذا كسر ما تخافش وغفلة يكسرها. اعلى واحد جاب 2907. ايوه يلا يلا ايوه يا حاج ايوه يا حاج ايوه يا حاج ايوه يا حاج
لحد هنا بينتهي الفلوج بتاعنا. طبعا يعني بنعتذر ان في حاجات كتير المفروض كانت اتصورت، ولكن للاسف الموبايل كان جايب اخره طبعا تصوير وبتاع طول اليوم. المفروض ان احنا ما كناش عاملين حسابنا لا كان في باور بانك ولا اي حاجه من الكلام ده، دوب ان احنا شحناه بتاع 20% او حاجه لما قعدنا على الكافيه. ما علينا، المهم دي كانت شويه صور قدرت ان انا اخدها بالليل في شارع الحسين وشارع المعز. فاتمنى كل فلوج عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفلوج، والصور طبعا اللي صورتها هناك لو نزلت على الصفحه. وبس كده نشوفكم في فيديو جديد.